اعتكاف معناسو اصل بر كشي برار نرسانه لازم تتشليك ديگن معنادا شنين اوچون مسجدتن چقمستن شنو لازم تتكن ادم معتكف ياكي عاكف دب اتلاده شريعت ده. اما اعتكاف اوز شرعي بابده اونين حكمه گا توختلا ديگن بوسيك او اصل نبي صلى الله عليه وسلم نن صابت بوغن سنت مستحب عملدر. سبب نبي صلى الله عليه وسلم اوز مسجدلرده اعتكافته اوترگنلر. عائشة رضي الله عنها صحيحين دي حديث تيتلر كي كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. نبي صلى الله عليه وسلم رمضان آينين آخرگي اون كنده اعتكافته بولردلر حتى يكي منشو اشته دوام بولدلر كي الله سبحانه وتعالى او کشنی وفات قلدرگن لنگی چه شو حالده دوام اتلا. و بو حدیث شو معناده ابو هریره رضی الله عنه و باشق صحابالردن هم ثابت بولگن. بو دلالت قلده نبی صلی الله علیه و سلم اعتکاف قلدر و اصحابلر اعتکاف ده بولشگن و بو شريعته مشروع وأجر ليك وصواب ليك عمل دور.